هلا والله، هذه من ضمن رسائلكم لكنها حلوة وفيها من الظرافة شيء، بحطها لكم تطلع لكم الحين إن شاء الله. يقول: رأيت إن استشهاد الصحابي أبو بكر الصديق منتهى الرؤية على أنه ما استشهد هو رضي الله عنه وأرضاه. قلت لك صديق فارقته؟ قال إيه. قلت: اسمك محمد؟ قال لي. قلت: خلاص، بس هذا معنى رؤيتك. بس أنا شلون عرفت؟ قال: جني. لا، أنت تقرأ رؤيته؟ طيب، استشهاد يدل على المفارقة، هذا المعنى الاستشهاد، مفارقة، لأن الموت يفرق. مع أن حياة الشهادة، ولكم الله سبحانه وتعالى يقول: تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. فهذا صديق مفارقة، هذا معنى الاستشهاد. شهادينا صحابي، صاحبي، خوي، صديقي. أبو بكر الصديق رمز تأكيد ثاني مرة على أنه، لأنه هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فلذلك قلت له: لك خوي فارقته. فهنا الصحبة دائما. أبو بكر يقول رسول الله حتى يوم جاء يعني يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا رسول الله، الصحبة. وكذلك الصديق قلنا يعني يدل على الصداقة. بس أنا شنو عرفت اسم محمد؟ أن بكر الصديق هو يدل على المفارقة، هذا واحد. اثنين، يدل على الصاحب يعني خويه. وبكر الصديق صاحب من؟ صديق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد. فمن هنا عرفت أن اسمه محمد، لا جني ولا شيء. الله يوفقكم ويسعدكم. بتقفل عيوني من كثر ما رديت على رسائلكم. اي والله، الله يوفقكم.